بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الرحمن الرحيم، إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا، فثوب الفخر منه جديد. وإياك أن تشري الحياة بذلة، هي الموت والموت المريح وجود. وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه، بعزم له السبع الطباق تميد. وقد كاد يفنيهم، ولكنما القضايا على عكس ما يهوى الهدى ويريد. فأصمى فؤاد الدين سهم منية، فهد بناء الدين وهو مشيد. تخاطبه مقروحة القلب زينب، فتشكو له أحوالها وتعيد. أخي أخي، كيف ترضى أن نساق حواسرا، ويطمع فينا شامت وحسود؟ أخي، إن قلبي بات للوجد عنده مواثيق لم ينقض لهن عهود. أيصبح ثغري بعد يومك باسما، أيصبح ثغري بعد يومك باسما، وينكت ثغر الفخر منك يزيد. وشاف هضمنا ما جرى على حد، وشاف وشاف وبر بين العدو جرحى، وشاف على راس السبط تلعب، وشاف عصي زيد ويسب حامي الحمية. خويا بدار بدار، ما نختك غذيت وياك بدار، يا در يلي فلالك مثيل بدار بدار. عفت زينب يا اخوها اليوم، عفت زينب يا اخوها اليوم بدار، وهي تنخاياك لا يا ابن الزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. تأملوا جيدا، كل شيء في العالم، في الحياة، في الوجود له عاقبة، كل شيء له عاقبة.
الشجرة التي تراها أمامك، الإنسان، الهواء، البشر، الفراشة، النملة، النحلة، الكون، الأرض التي نعيش عليها، كل شيء له عاقبة حلوة أو مرة حسب طبيعة ذلك الشيء. كل حركة تتحركها أنت، كل سكنة تسكنها، كل جارحة تقلبها، كل آلة تتفاعل معها لها عاقبة حلوة أو مرة. لاحظوا الدقة في التعبير. هذا البحث الذي الآن ينفتح أمامنا ويفتح آفاق واسعة. سبحان الله، البذرة التي تبذرها ممكن بذرة أو حبة التين، هذه عاقبتها أنها تعطيك شجرة، شجرة التين. ممكن حبة أنت تفتحها وهي حبة الحنظل، فعاقبتها أنها تعطيك شجرة مرة، حنظل. كلما صببت الماء في أصل شجرة الحنظل ازداد الحنظل مرارة. حتى لو جئت بالعسل والسكر وألقيته أنت على أصل شجرة الحنظل لا يعطيك إلا المرارة، لأن طبيعة شجرة الحنظل المرارة، عاقبتها أنها تكون مرة. اتأمل التعبير. لكن لو أنك جئت بملح الدنيا وصببته في أصل شجرة التمر تعطيك تمرا حلوا. شوف القصة. هذا اللسان الذي تتحدث به لو وضعت عليه قطعة تمر أو عسل أو سكر يبعث آلاف البرقيات بأقل من طرفة العين للدماغ، يقول أنه علي شيء حلو، أنت تحس بحلاوته. لو وضعت شيء مر يبعث برقيات للدماغ، يقول أنا اللسان علي شيء مر. الآن أنت ضع المر والمرارة على لسانك واطلب منه، قل له يا لساني ابعث برقيات للدماغ أن الذي عليك هو عسل. يقول لك أنا ما أشتغل عندك حتى أسمع كلامك، أنا لسان أعود لكل جوارحك اللي موجودة، وهذه كلها تعمل بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تنام ما توصي قلبك وأنت تريد تنام تقول لي يا قلبي فدوى أروح لك حبيبي، لا تتوقف بالليل أنا أريد أنام. الله يخليك، في واحد يوصي قلبه وينام؟ لأن القلب ما يعمل بإرادتك، يعمل بإرادة الله سبحانه وتعالى. شوف الأمور، لاحظوها جيدا. نحن في رحلة، وهذه الرحلة وين تتوقف؟ يجب أن نلتفت إليها. هذه الرحلة بدأت من عالم الذر، القرآن يتحدث قبل عالم الذر. أما إذا جاء إلى أهل البيت روحي لهم الفداء، يتحدث عن عوالم، ملايين العوالم قبل عالم الذر. أهل البيت موجودين، تكون سماء ولا أرض ولا بحار ولا كل شيء، أهل البيت موجودين. تلاحظ شلون؟ السلام عليك يا ممتحنة، تزور السيدة الزهراء، صحيح تزورها لكن قبرها ما موجود كما مر علينا. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. هذا نص من الإمام المعصوم، هذا يحتاج واحد يتأمله، ما يحتاج واحد نزق يكذبه يقول هذا مو معه، هذا غير صحيح. أنا شايف بعض الكتاب يقول هذا النص غير صحيح، لأن ما عنده قدرة على استيعاب النص. هذا نص عظيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. السلام عليك يا ممتحنة للزهراء، وين جرى الامتحان؟ اسمع، امتحنك الله، يعني الله امتحنك، الذي خلقك قبل أن يخلقك. هذا يحتاج إلى تأمل، لأن خلقك في عالم الدنيا الآن، قبل أن يخلقك لعالم الدنيا أجرى عليك الامتحان وأنت في عالم الأنوار، في عالم النور. هاي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جبرائيل يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله
يقول يا رسول الله هذه تفاحة خذها من الجنة، الله يأمرك أن تأخذها وتأكلها. قال ما بها التفاحة؟ قال يا رسول الله هذه التفاحة هي فاطمة. الرسول قال فاطمة ابنتي اللي أنا انتظرها؟ قال يا رسول الله نعم، هذه التفاحة خلقها الله صنعها بيده قبل 300,000 سنة من سني الآخرة، الله بإيده صنعها. تبطل التعبير، هذه أيضا تعطيك هيبة وخشوع وجلال. ذاك الرجل كان يهودي، لكن لما دخل في مسجد النبي ورأى الحسن والحسين على في حجر رسول الله عاين عليهم، شاف الزهراء جاءت بحجابها جلست، أمير المؤمنين جلس، هذا مخيرق اليهودي، طلع عليهم ما ملك نفسه، فاضت عيناه بالدموع، شاف الحق لأن ما عنده عناد. لاحظ، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شوف واحد يعرف الحق، ذاك اللعين اللي يأخذ رأس الإمام الحسين ويقول لابن زياد املأ ركابي فضة أو ذهبا. ما أحب أطول المقدمة، ندخل بالبحث، بس هذه أمام عيني صارت. هذا وين تخليه؟ في أي درجة؟ ويقابله الراهب المسيحي الذي هو في حلب، رأى رأس الحسين سلام الله عليه، قال من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. هاي مال حديث الليالي، هاي الليالي الليالي حديث شؤون الساعة. قال وهذا رأس من؟ هذا الرأس أخرجته من الصندوق ووضعته على الرمح وله نور إلى عنان السماء، وإني أشم رائحة المسك والعنبر منه. من هذا الرأس؟ قالوا هذا رأس الحسين. قال الحسين ومن الحسين؟ قالوا الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال يا للروعة، هذا رأس ابن بنت نبيكم وأنتم تزعمون أنكم على دين الإسلام؟ قاتلكم الله، نحن عندنا حافر حمار عيسى، عيسى كان راكب على دابة على راحلة، وصل الراحلة إلى هناك حافرها ضرب في الأرض على صخرة صار فيها أثر، هذا أثر حافر حمار عيسى نحج إليه بالسنة 4 مرات، وانتو عندكم الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله رافعين على الرمح. رآهم ما يفهمون شيء، طبع على قلوبهم. قال عندي اموال، طلع صندوق خشب كبير فيه جواهر ولؤلؤ. شوف الذي يريد ان يعرف وما عنده عناد وين يصل. قال هذا الصندوق خذوه كله لكم، ما في، قال هذه جواهر ودرر، كل درة واحدة مليارات سعرها من الدنانير، كلها اخذوها، أنا ما أريد الجواهر والدرر، أريد رأس الحسين يكون عندي الليلة، فقط هذه الليلة تعطوني رأس الحسين، فإذا أصبحتم أخذتموه مني. قالوا وما يضرنا، فناولوه الرأس وناولهم الصندوق هذا اللي فيه ما فيه. قام هذا الراهب النصراني ترك رأس الحسين في حجره، سمع الإمام الحسين يكلمه يحكي معه، الله أكبر، يقرأ القرآن، يقرأ سورة الكهف، يقرأ سورة مريم، يقرأ آيات عيسى ابن مريم. فذهل هذا، اندهش، تركه في حجره. جاء بطيب يريد يطيبه، بعد قال لما أنا أطيب؟ أنت طيب، أنت الطيب يا أبا عبد الله، أنا أخلي عطر عليك؟ أنت العطر، أنت الطيب، هذا طيبك، مسك عنبر يتضوع إلى السماء. فجلس يبكي الليل كله على الحسين. أخذته غفوة هكذا، وأنت كذلك لما تبكي على الحسين تشوف الخير بحياته. أخذته غفوة، رأى موكب عظيم للأنبياء أقبلوا. لمن هذا الموكب؟ قالوا كل الأنبياء. اسمع يا راهب،
124 ألف نبي قائدهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أين هو الحبيب المصطفى؟ قالوا هذا. تبين ملائكة يحكون معه. شوف وين وصل هذا إلى أي درجة، لأن الصندوق هذا كله أعطى لهم مقابل أن يترك الرأس عنده تمام الليلة، هنيئا له. الآن أين هو هذا الراحل؟ شوفوا الآن مع الحسين في الجنان. شوف سبحان الله، فجلس يبكي الليل كله، هومت عيناه نظر إلى هذا الموكب. قالوا له الملائكة هذا يقوده المصطفى. قال أين هو؟ قالوا أما تنظر قدام الأنبياء تشوفه؟ قال إيه، وأرى امرأة معه تمشي ويدها على ضلعها وتقوم وتقع على الأرض يحملها. قالوا هذه أمه فاطمة، هذه أم المصائب، هذه أمه فاطمة. ولماذا جاءوا؟ قال جاءوا لزيارة الحسين، لأن عندك الحسين جايين يزوروه. فتح عينه، قبل أن يفتح عينه شاف الرسول، أخذ الرأس وأعطاه لابنته الزهراء لأم الحسين، أخذته قبلته احتضنته وضعته على صدرها على قلبها، ثم صاحت بصوت حزين: ولدي حسين، بني حسين، قتلوك عطشانا يا نوراي. فتح عينه صاح للرهبان ذول، قال تعالوا تعالوا صعدوا صعدوا في عليته، يعني هاي الحجرة اللي هي مثل المحرام بالكنيسة، دير، هو دير كان في حلب اللي الآن صار مشهد الإمام الحسين، الآن في حلب صار مشهد الإمام الحسين، وفيه الصخرة التي وضع الرأس الحسين عليها. الراهب وضع الرأس على الصخرة فقطرت قطرة من دم الحسين على الصخرة، إلى الآن الصخرة فيها دم الحسين، ومسجلة يعني في الحكومة مسجلة عند الآثار وعند الأوقاف، وزارة الآثار وزارة الأوقاف، أنه هذه الصخرة من 1400 سنة إلا سنوات 25 هذا الدم عليها، وأنا رأيتها، وأنتم تؤمنون بكلامي أحبتي قطعا، لأني ما أنقل لكم، أنا رأيتها في عزاء، كنت هناك موجود، ودخل مجلس عزاء نساء ورجال وضجة وصرخة التي كان يتحدث عنها الإمام الصادق، يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا، صرخة وضجة وبكاء، يشهد الله. أنا لاحظت حتى كان هناك هذا الشيخ اللي هناك مسؤول الله يذكره بالخير الشيخ إبراهيم، قال انظر، نظرت إلى قطرة الدم عرقت، يعني صارت تتعرق، مو أنه من الحر، لا، هو الدم، الدم بدأ يتحرك، الدم بدأ يتحرك، لاحظ كيف؟ هذا موجود الآن في حلب، هي في مشهد، وهذه من القضايا اللي معروفة، ولا يعمى عنها إلا كل معاند أثيم. هذا شوف، شوف القصة هذه، وين سيف الدولة الحمداني أيضا رآها، لأن هذا المكان فجره أعداء أهل البيت من زمان أيام سيف الدولة، فسيف الدولة وهو في قصره فوق، وهذا جبل اللي موجود جبل الجوشن يسموه، التي جاءت إحدى نساء الحسين وأسقطت جنينها عليه من التعب والسير والضرب، جنينها المحسن، الآن هو المحسن، أهل حلب يسموه الشيخ محسن، الشيخ هو طفل صغير 6 أشهر ببطن أمه، وحاجاتك مقضية، لأنه باب الله الذي منه يؤتى. فهذا سيف الدولة رأى نور، تعجب، قال لبعض مستشاريه: هل ترون عمود نور؟ قالوا: نعم نعم يا أيها الأمير، في عمود نور طالع إلى السماء. قال إذا ننزل. نزل نص الليل، أجا بالمكان نفسه فرأى شيخ كبير جالس وأمامه صندوق خشب،
قال يا شيخ ما هذا الصندوق؟ قال أيها الأمير اعفني أنا أخاف. خايفين؟ قال لا لك الأمان قل لي. قال هذا هنا المحسن بن الإمام الحسين، وهذه الصخرة التي وقع عليها قطرات أو قطرة من دم رأس الحسين سلام الله عليه، هذا النور الذي رأيته أنت أيها الأمير أنا دائما أراه وأنا ملازم لهذا المكان. فأمر سيف الدولة بأنه يبنون هذا المشهد اللي الآن موجود، يبنونه لهذا الغرض وهو النساء والرجال، حتى أخذ الصخرة إلى جامع زكريا في حلب، هذا الجامع الكبير، فما استقرت الصخرة هناك. فأحد العلماء، هاي الحادثة أيضا مدونة قبل 180 سنة، شاف الصخرة تضطرب، قال اجعلوها على راحلة واتركوا الراحلة أين تذهب. يقول جعلوا الصخرة على الراحلة وجاءت الراحلة إلى أن وصلت إلى المحسن ابن الحسين في نفس المكان. قال سبحان الله دم الحسين لا يستقر إلا عند ولده المحسن، فاجعلوها معه. وهذه مدونة ومسجلة أحبابي، الله يبارك فيكم ويحفظكم. فلاحظ هذا المعنى، فتح عينه صاح للرهبان تعالوا عندنا ضيف عزيز. قالوا ما عندك يا أبانا؟ قال ويلكم، اليوم كل الأنبياء عندي جاءوا يزورون الحسين، هذا رأس الحسين. وإذا به ينادي يا أبا عبد الله، يا رأس، يا نور، يا سيد الشهداء. سيدي أنا لا أملك إلا نفسي، ما عندي شيء، راح أترك الدير وأترك الدنيا وأترك اللآلئ والدرر كلها أتركها، وأريد أن أكون خادما لك بحق أمك الزهراء، اقبلني خادم لك أكون. ماذا تصنع؟ أدور أطوف بالقرى والأرياف والمدن أقرأ مصيبتك هاي التي رأيتها أنا بعيني، والأنبياء اجوا عندك. فطلع صار يدور يقرأ مصيبة الحسين. لكل شيء أحبتي عاقبة حلوة أو مرة، وتتبع طريقة الشيء وطبيعة الشيء. الكلمة التي تقولها لها عاقبة حلوة أو مرة، العمل الذي تقوم به، سيرتك في الحياة، والعاقبة لا تعني الانتهاء. شوف، العاقبة ما تعني أنك انتهيت إلى قضية، نحن حياتنا متصلة، سواء العاقبة حلوة إن شاء الله حلوة، أو عاقبة الذين كفروا عقب الدار لهم، لاحظ عاقبتهم أيضا ليس لها نهاية، القضية تمشي وتتصل. يعني هذا لا بأس في الكلام الآن، ونحن نحاول أن نستجمع خيوط المحاضرة والمجلس، الله يبارك فيكم. هل الإنسان إذا دخل الجنة، الآن كنا نتحدث مع أحد المؤمنين في المجلس، هل إذا دخل الجنة الإنسان حياته تنتهي؟ يعني مثلا أنت عندك قضية مع شخص والله سبحانه وتعالى حل القضية، هل تنتهي المسألة؟ ما تنتهي. أنت تبكي على الحسين سلام الله عليه، هل البكاء على الحسين إذا وصلت إلى الجنة ورأيت الإمام الحسين في الجنة راح البكاء ينتهي؟ لا، ما ينتهي البكاء. إن للحسين، شوف هذا حديث الرسول تأمله، إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. خلص أبدا. لماذا؟ لأن دم الحسين سكن الخلد، وأنت تقرأ في الزيارة أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش وأظلة الخلائق وبكاه سكان السماوات والأرض، ومن يتقلب في الجنان ومن يتقلب في النار. انتبه، حتى أهل النار يبكون على الحسين لكن ما ينفعهم البكاء. أهل الجنة الآن أنت تروح بالجنة ما تبكي على الحسين؟ البكاء على الحسين ما ينتهي، في ظهور الإمام صاحب الأمر البكاء على الحسين يكون أكثر،
في رجوع الإمام الحسين في الكرة والرجعة البكاء عليه أكثر، لأنه هو راح يقرأ المقتل إليك، هو الحسين يقرأ لك المقتل. يعني تتصور راح تنتهي المسألة؟ لا. الآن أحد المؤمنين يقول لي أنت البارحة ذكرت قصة هذه السفينة، وأنه الإمام الحسين يقول هذه أختي زينب تبكي علي، فهي معه، لماذا تبكي عليه؟ أقول هي معه تبكي عليه أكثر، لأن البكاء لا ينتهي، ليس هناك نهاية. الذين قتلوا الحسين ينتهي عذابهم؟ سؤال. الذين قتلوا الحسين هل لعذابهم نهاية؟ إذن حزنك على الحسين ما إلى نهاية، ولا كيف هؤلاء يعذبون وأنت ما عندك حزن على الحسين؟ الذين نصروا الحسين نعيمهم وجنتهم لها نهاية؟ ما لها نهاية يا حبيبي. فما دام لا نهاية لها، إذن بكاؤك على الحسين لا نهاية له. هذه شبهة يثيرها الوهابية دائما، يثيرونها، أنه أنتم ما تقولون الحسين دخل الجنة؟ قل نعم. يقول زين، لماذا تبكون عليه؟ يعني تبكون على واحد داخل الجنة؟ إذن نبكي عليه، من على أهل النار نبكي؟ شوف، لأنه شبهات، يثيرون شبهات. واحد لازم يجب أن يلتفت إليهم، يلتفت إلى هذه الشبهات ويطردها عنه، لأن البكاء تابع للحزن. لاحظ، كما أن السرور تابع للفرح، الضحك تابع للفرح، الله هو أضحك وأبكى، فلما أضحك وأبكى بالحق أضحك وأبكى. فالبكاء على الحسين لا ينتهي أبدا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا الرجل الذي كان في كربلاء يمثل يوم عاشوراء دور الشمر، الآن نسيت اسمه، حج رمضان أو رمضاني مرتضى، أي عفية عفية مرتضى رحمة الله عليه، هذا مرتضى أو مرتضائي، هذا الرجل كان يوم العاشر يحرق قيام الحسين في كربلاء، قصة معروفة ونقلها أولياء صالحين، وأنا رأيته أدركته لما يجي يريد أن يحرق قيام الحسين يتوجه للإمام الحسين ويبكي، يبكي يقول سيدي تأذن لي أني أحرق خيامك، لأن أطفال في الخيام بعدين يطلعون تمثيل، يعني مثل مسرح، لأن الشبيه هو مسرح سيار، شيء راقي جدا. فهذا مرتضى رحمة الله عليه، الحج مرتضائي، يسأل الحسين يقول سيدي تأذن لي أنا؟ يقول له لا، أنت لماذا لا تمثل شيء آخر غير الشمر؟ قال لا، الشمر الناس يلعنوني، بعض الحريم يضربوني بالحجارة، هذه ترفعني، هذه ترفع مقامي عند الحسين. فيظل يبكي ودموعه تجري ويجي يحرق الخيام. الآن بعد وفاته، انتبهوا، قلت لكم هذه الأحلام هي مبشرات، ورسول الله صلى الله عليه وآله يذكرها، والقرآن يذكرها، يذكر حلم يعقوب، يذكر حلم يوسف، ويذكر حلم الملك، ويذكر حلم الرجلين اللذين دخل السجن مع يوسف. هذه أحلام موجودة، يعني لا تسمع لبعض الناس يستهزئ، إذا سمع على المنبر واحد يذكر حلم منام يصير يستهزئ، لأن هو أساسا ما إلى قيمة حتى تشوفه يستهزئ، وإلا روح يستهزئ بالقرآن. الآن تقول أن يوسف نبي شاف حلم، طيب هذا الملك كان كافر ورأى حلم، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، منو هذا اللي رأى؟ معصوم كافر يعبد صنم، والله ذكر حلمه بالقرآن. فلاحظوا، قالوا له يا حج مرتضى أنت وين؟ شوف هذه خليها عندك، وراح تشوف حج آلاف السنين إن شاء الله تشوفه في الجنة عند الحسين. قال أنا بمجرد أن رأيت ملك الموت يريد يقبض روحي شفت الإمام الحسين أخذني عنده، وأخذني عنده أصلا، حتى ما شفت واحد يسألني حاسبني كذا. علي من يحاسبك حبيبي؟ علي من يحاسبك؟ ما أنت هذا العمل اللي تقوم فيه، إن الحسنات يذهبن السيئات، الحساب على السيئات، يقول لك الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله فيكم، أنا أريد وعي وفقه حتى نعرف
نعرف طريقنا، نعرف طريقنا اللي احنا نمشي فيه. قال أخذني الحسين عنده، أنا موجود في بيت الإمام الحسين وكل ما أنظر إلى أبكي. قالوا يا حاج مرتضى فماذا تصنع؟ قال الحسين عليه السلام كل سنة في يوم عاشوراء يأمرني أن أجيب خيام بالجنة وأحرقها. شوف، لأن هذه رقية اللي طلعت من الخيمة والنار تستعرب أطراف ثيابها، الحسين ما ينساها، ما ينساها سيد الشهداء. لاحظوا الدقة. فنحن أمامنا منطلق أحبتي، أمامنا منطلق ما عندنا نهاية. تأملوا، بكاءنا على الإمام الحسين لا ينتهي، لأني سؤال سألتكم، هل ينتهي تقلب المؤمنين في الجنان في الجنة؟ له حد؟ ما إلى حد. إذن بكاءك على الحسين لا حد له. هل ينتهي عذاب قتلة الحسين في النار إلى وقت؟ وقتلة الحسين مستمرين، لا تصور فقط الشمر، في كل يوم آلاف الشمورة طالعين. انتبه، هؤلاء موجودين دائما. لما تزور الإمام الحسين ماذا تقول؟ لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك. خلصت؟ لا، يقول ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يعني الخط موجود، قتلة الحسين موجودين في زيارة العباس، لعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. يعني دائما يمكن واحد يحكي يسمع، ها، هذا يعتبر من قتلة الحسين. من رضي بفعل قوم حشر معهم. الآن أنت تسمع حبيب بن مظاهر، زهير بن القين، ها، برير، نافع، هالأبطال، فتبقى تتحرك تقول يا رب يا ليتني أنا موجود معهم، وحق الحسين يسجل اسمك معهم. تفت ما تقول يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما، أو رب العالمين أكرم الأكرمين، فياض العطاء، الله ما يريد يحرمنا. لا، شوف المسائل شنو، منين تأتي. هذا في عزة طويريج، هاي الحادثة قبل أكثر من 40 سنة، أنا أتذكرها. عزة طويريج لما جاءت امرأة على أساس تعبر العزاء في باب الشهداء، فعثرت ووقع الناس عليها وقتلوا ناس كثير، بالمئات قتلوا إلى أن قطعوا الطريق. هذه كانت موجودة، لاحظ. وأنا أذكر الشيخ هادي رحمة الله عليه على المنبر بعدها بليلتين قال أحد الأولياء الصالحين، الآن يمكن هو يقصد نفسه بس ما قال نفسه لأنه هو من الأولياء الصالحين، الشيخ هادي رحمة الله عليه، قال رأى الحسين عليه السلام في ليلة عاشوراء يحفر قبور، فسأله يا أبا عبد الله لمن هذه القبور؟ قال هذه قبور أصحابي، بكرة يقعون في العزاء ويجون عندي. أصحابي حبيبي، هذا الذي أقوله لكم هو الحق، لأني أخذه من أهل البيت، غير هذا ما يصير حق. وما علينا بمن لا يرضى، من شاء فليرضى ومن شاء فليغضب، نحن عارفين الحق ونمشي عليه، لأنه ما في أحد يقف أمامنا في أول ليلة في القبر وفي سكرات الموت وبين يدي الله، وإذا صار الظهور بين يدي الإمام صاحب العصر والزمان، لا أحد يعيننا إلا وقوفك مع الحق، تقف مع الحق تشوف صحيح هذه الأمور ماشية. لكل شيء عاقبة حلوة أو مرة. الآن ماذا نريد احنا هذه الليلة؟ يجب أن تكون عاقبتنا حلوة، لأنك ماشي أنت بنور الحسين، أنت تمشي في نور الحسين حبيبي. يعني واحد بالربع الخالي غارق بالرمال، تائه، ضائع، ضال، مظل، ما علينا به، أنت على الجادة، جادة وأمامك، واللافتة أمامك، القطعة أمامك، السهم يشير إلى كربلاء، يقول لك إلى الحسين، إلى زيارة الحسين، فأنت في أحسن حال. اشكر رب العالمين على هذه النعم. الآن النعم نعمة الوجود، أنا موجود هذه نعمة، لأني ما كنت موجود، فرب العالمين خلقني،
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني كان ولم يكن مذكورا، كان بالفعل ولم يكن مذكورا بالقوة، وفي كان بالقوة ولم يكن مذكورا بالفعل، وفي لم يكن لا بالفعل ولا بالقوة. وهذه بحوث عميقة جدا في كتاب الكافي موجودة في الجزء الأول الأصول، وتأخذ أنت وتمشي من هذا القبيل ومن هذا الباب. سبحان الله، فهذه نعمة عظيمة، نعمة الوجود. فلما أوجدني ربي ركب في رأسي عقلا، وهذه نعمة ثانية، وإلا كيف أنا أستثمر وجودي من دون عقل؟ كيف أستثمر وجودي؟ يعني هذا القرد موجود في الغابات يعيش منذ ملايين السنين، ما تطورت حياته كما قالت نظرية داروين، لا. فالعقل ركب في رأسي، في أعلى منطقة في بدنك فوق، مثل الأستاذ ركب لك. شوف الشهوة والغريزة وين مكانها حبيبي، والعقل وين مكانه. فاللي يمشي على العقل يرتفع، واللي يمشي على الشهوة والغريزة يتسافل، علما أن الله ما يمنعك من الشهوة والغريزة في الحلال. لابن آدم 3 ساعات، فساعة، أمير المؤمنين يقول، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم فيها معاشه، يشتغل عمل، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل، يعني شيء جميل وحلال، فتستعين بهذه الساعة على الساعتين، على ساعة العبادة والمناجاة وعلى ساعة العمل. هناك معادلة موجودة يأخذ الإنسان ويمشي بها. إذن النعمة الثانية العقل، والعقل يحتاج إلى طاقة، وطاقة العقل بالعلم، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول العقل يتغذى بالعلم. فالعلم صار نعمة ثالثة، والعلم يحتاج إلى الولاية والإيمان، لأنه من دون إيمان لا ينفع العلم. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. العلم ما إلى قيمة من دون إيمان. شوفوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع. الإيمان أيضا لا يكتمل إلا بولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن لا يكتمل الإيمان من دون ولاية، ما يكتمل. وقلنا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، دائما ركز عليها، لأن آية يجب أن تحفظ، هذه الآية لاحظوها، ثم اهتدى إلى الولاية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من أعجب ما يكون الآيات، شوف كيف يعصمك من الناس، يعني هذا ضمان. أنت عندما تتحدث عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يضرك أحد، لا تخف من أحد، لأن ضمان موجود. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا في حجة الوداع، الرسول ما باقي عنده شيء لم يبلغه إلا الخلافة والإمامة بهذا المكان، وإلا هو لا يمر عليه يوم إلا ويمسك الإمام علي ويشير إلى الناس، هذا وصيي وإمام المتقين ووزيري وخليفتي من بعدي. دائما ما تأتي إلى هذه القضية وتأخذها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في أوضح من هذا؟ رسول الله وعمله العظيم وعبادته العظيمة، الله بصريح العبارة يقول له إذا ما تنصب على ابن أبي طالب أمام الناس إماما وخليفة، لأن الإمامة من الدين، من أصول الدين، والله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فما ممكن رسول الله يرتحل إلى الآخرة ويترك الأمة وحدهم، يقول لهم روحوا إلى سقيفة بني ساعدة اختاروا إماما لكم. الإمامة هي أصل كبير من أصول الدين، بل هي كل الدين. كيف الله يترك المسألة لاختيار الناس؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شوف، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار لله، الله يختار لك الإمام، الله يختار لك الدين، هذه نعمة من الله، ولا أنت تختار ما تستطيع. حتى الأنبياء ما ممكن يختارون. هذا موسى بن عمران اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله، جاب 7000 رجل لخصهم 700، 700 لخصهم 70، يعني قمة التقوى، ذول المقدسين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار موسى قومه يعني من قومه، أخذهم معه وجاء إلى الجبل إلى المناجاة. وإذا هؤلاء الذين جاء بهم واختارهم موسى، هل تعتقدون أن اختيار موسى مع وفور عقله ومع تفاعله بالوحي، هل يمكن أن يقع اختياره على المفسد دون المصلح؟ فجاب 70 وإجا، يا ربي هؤلاء 70 خيرة الخيرة، زبدة المخض، فذلكة الكلام. الله، شلون لطيفين، عاين على وجوههم. في لحظة واحدة قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، قتلوا. بعدين موسى استيقظ وموسى صعق معهم، قال يا ربي الآن شلون أرجع الآن إلى اليهود، يدمروني، يقولون أنت أخذتهم وقتلتهم، فأحيهم، أحيهم من أجل أن أرجع لهناك. قال يا موسى هؤلاء كلهم منافقون، وقع اختيارك على المنافقين. فالاختيار لله وحده وليس لأحد آخر. إذا موسى يختار يقع اختياره على المنافقين، 4-5 يجلسون في سقيفة في بيت كذا يختارون إمام لهم، يستطيعون أن يختارون إمام؟ شوف المصيبة، ظلوا من حيث علموا أو لم يعلموا، علموا. شوف الماء، كيف أنا أختار؟ الله ترك الإمامة إلنا، لماذا لم يترك الصلاة إلنا؟ إحنا نشرع الصلاة، الصلاة من فروع الدين، الإمامة من أصول الدين. كيف يترك الخلافة لكم يا ناس؟ يقول أنتم اختاروا الخليفة، كان يقول لكم أنتم اختاروا الصيام، أنتم اختاروا الحاج، أنتم شرعوا الصلاة. إذا الفروع الله ما يسمح لكم تشرعون فيها وتتدخلون، كيف الأصول الله يسمح لكم تتدخلون فيها؟ وتختار إمام ويطلع على المنبر، سبحان الله. أحد الخلفاء هذا سألوه عن إرث الجدة، قال الجدة ما لها إرث. قال العجيب، أنت ما تقرأ القرآن الكريم؟ قال وين هذا صاير القرآن الكريم؟ قام واحد قال عندي سؤال، قال اسأل. قال آدم حج بيت الله الحرام أم لا؟ قال لا، حج بيت الله الحرام. قال كان عنده حلق لرأسه؟ قال نعم. قال من الذي حلق رأس آدم؟ قال أنا كنت وياه حتى تسألني أنت السؤال هذا. شو القصة؟ يعني ما عندكم إلا الأسئلة هذه المحرجة؟ سألوني، سألوني قبل أن تفقدوني. قالوا اسكت يا رجل، اسكت، هذا الكلام لا يقوله إلا علي أمير المؤمنين. قال لا، أنا أقوله، سألوني قبل أن تفقدوني. قام عالم من العلماء قال أنا عندي سؤال، النملة التي كلمت سليمان ذكرا كانت أم أنثى؟ قال الله يأخذ عمرك إن شاء الله ولا تجي هنا تقول يا معلم. رحت للنملة والحال هي موجودة، يقول قالت نملة تاء التأنيث فيها، يعني يقول له أنثى. قال لا خلاص، يلا يلا خلاص، لا تسألوني. قال لا تسألوني. فقامت امرأة من وراء الستر قالت لا أنا عندي سؤال يا خليفة أسألك. قال ما سؤالك؟ قالت لك كان عندي بحث اليوم عن الذبابة. قال وش فيها الذبابة؟ جبتي لي إياها الآن. قالت لك كان عندنا بحث نفكر أمعاء الذبابة في مقدمة بدنها أم في مؤخرة بدنها. قال هم من اليوم إذا صعدت على المنبر فزوجته طالق، حتى يصرح من القضية كلها. وين حبيب؟ سلوني قبل أن تفقدوني إمامكم، يقول أمير المؤمنين، سألوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. واحد بالكوفة أنا ما أشخص وأحدد وأعين، الآن خصوصا بهالأجواء الحلوة أتركها إليك حتى أنت تذهب وتقرأ وتطالع. رجل من أهل الكوفة سأل سؤال
في أيام أنه ممنوع السؤال وممنوع تدوين الحديث وممنوع واحد يقول قال رسول الله، لأن نريد نحفظ القرآن، خاف تختلط هاي المفاهيم. على كل هذا موجود في كتب الصحة مع عدم التعليق عليه، عدم التعليق عليه لا لشيء إلا لحفظ مقام المنبر. اكتفت. فرجل سائل سؤال بالكوفة، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وصل هذا الكلام إلى الخليفة، قال علي به، هذا المجرم يتطاول ويسأل سؤال، جيبوا. راحوا الجماعة جابوه من الكوفة، وصل عنده دخل المسجد، الصور راح يجاوبه، فمن باب المسجد صاح يا أمير المؤمنين، طبعا أمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب فقط. سمعت الآن واحد يسألني يقول كيف الإمام موسى بن جعفر يقول للهارون الرشيد يا أمير المؤمنين أول ما يحكي معه؟ يحكي معه الإمام لما يحكي يذكر جد أمير المؤمنين، يقول يا أمير المؤمنين ويتكلم معه. تريد أنت تحكي تقول يا الله وتحكي، تبت؟ هذا مو معناه إله يقول له، ولو قال له يا أمير المؤمنين فقضية قضية طويلة وعريضة فيها كلام كثير، لكن يقول يا أمير المؤمنين يعني يوجه سلام وتحية لجده علي بن أبي طالب وبعدين يجاوب. فقال يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار؟ قال إذن أنت هو، يعني اللي أدور عليك. فتعرض هذا الرجل لتعتع والإزعاج وأخرج من المسجد. على كل حال أمامنا إمامنا يقول سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. إذن هذه النعم الوجود والعقل والعلم والإيمان والولاية كلها موجودة عندنا، حتى نلتفت إلى عاقبة رحلتنا تكون حلوة إن شاء الله. إن شاء الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. زين التفت حبيبي، تنتظر رؤية صحيحة صادقة عن كربلاء وعما جرى على الحسين. شوف الإمام الحسين لما خرج أخرج معه أهل بيته، أخرج معه أخواته وبناته ونساءه، طلعهم معه وأطفال صغار وبنيات صغيرات. لما كان في مشارف طويريج في قصر بني مقاتل وعبيد الله بن الحر الجعفي موجود، والإمام الحسين أرسل إليه رسول، أرسل إليه الحجاج بن مسروق الجعفي المؤذن للحسين. الإمام الحسين كان عنده اثنان يؤذنان، الحجاج بن مسروق الجعفي وعلي الأكبر. كان لما يريد يسمع صوت النبي يقول للعلي الأكبر أذن ولدي، يقوم على الأكبر يأذن. الله شوف. ورجع الحجاج بن مسروق الجعفي وقال للإمام الحسين، قال سيدي هذا الرجل ما يأتي، من هو؟ عبيد الله بن الحر الجعفي. قام الإمام الحسين وذهب إليه وتكلم معه، وذاك ما عرف قيمة وقدر الحسين. قال للإمام الحسين هالكلمة، قال أنا عندي هذه فرسي لا يلحقها أحد ولا يفلت منها أحد، فهذه أنا أعطيك إياها هدية حتى تركب عليها وتروح في أرض الله الواسعة وأنا أرد عائلتك للمدينة. شوف العقلية. الإمام الحسين قال أولا لا حاجة لنا بفرسك، لأني لا أتبع مدبرا ولا أفر من مقبل، اللي يجيني ما أفر من عنده وأهرب، واللي يروح عني ما أتبعه، إذن فرسك ما أحتاجه، هذه فرسك أعطيها للجبناء. أما قضية أنك أنت تبقى في هذا المكان فما أنا ما كنت متخذ المضلين عضدا، أنت من المضلين، لكن أنا أنصحك أنك تغيب وجهك عن هذه الساحة، لأنك على مقربة من كربلاء وستسمع واعيتنا أهل البيت. أول ما تقول الواعية يجب ذهنك صوت العقيلة زينة. التفت شنو؟ التفت هاي اللي ما كان يسمع صوتها، ما كان يسمع صوتها. يحيى المازني
هذا من العلماء الكبار، يقول أنا جاورت عليا في المدينة في البيت الذي فيه ابنته زينب الكبرى، ووالله ما سمعت لها صوتا ولا رأيت لها شخصا. هذا يحيى المازني. تفت الآن الواعية منين؟ من السيدة زينب. كيف تعرف الشخصية على حقيقتها؟ من الكلام والعمل والنية. لاحظ القول والفعل على النية. الزهراء سلام الله عليها تقول اعلموا أني فاطمة، وتقول لا أقول ما أقول غلطة ولا أفعل ما أفعل شططة، لأنها معصومة. سيدة زينب معصومة بالعصمة الصغرى، أبو الفضل العباس معصوم بالعصمة الصغرى. عصمة الصغرى يعني لا يصدر منه ذنب أبدا ولا يفكر بذنب. السيدة زينب لاحظوا مواقفها كيف كانت، خروجها مع الإمام الحسين، شخصيتها انطلقت من يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو يوم لا مثيل له أبدا في الأرض وفي التاريخ، لا يومك يومك يا أبا عبد الله. السيدة زينب ماذا صنعت؟ شوف الإمام الحسين سلام الله عليه أخذها معه، كانت تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم يوم التروية وقبلها بيوم، قال أخي زينب نور عيني قومي إلى كربلاء. قالت ما نذهب إلى جبل عرفات؟ قال لا أختي، إحنا نروح الكربلاء، رايحين الكربلاء. قام أبو الفضل العباس ألقى خطاب، قامت السيدة زينب. السيدة زينب مع الحسين يعني شيء عظيم جدا. هذا المعنى أحبتي، هي صوت الحسين، هي صوت نهضة الحسين، هي صوت الأنبياء، هي صوت كربلاء، هي عقيلة الطالبيين. حتى عمرو بن سعيد الأشدق ما تركها تعيش في المدينة بعد مقتل الحسين أكثر من 8 أشهر. كتب رسالة ليزيد بن معاوية يقول له أنا لا أطيق الجلوس في المدينة وابنة علي زينب فيها. شوفوا قرأوا في تاريخ الطبري ابن الأثير، هذا العدو يقول فإنها لبيبة جزلة عاقلة متكلمة تؤلب الناس ضدنا عندما تبكي على أخيها الحسين. كانت تعقد مآتم العزاء في المدينة بالشوارع وفي بيتها، لذلك حملوها على القوافل ورجعها وين؟ إلى الشام. يزيد بن معاوية ما قبل يستقبلها، قال لا تدخلوها دمشق الشام، خافوا من الفتنة. لاحظوا وين؟ اتركوها وين؟ براوية، هذه الآن السيدة زينب اللي موجودة هناك. فكانت تتعبد الله. زوجها عبد الله بن جعفر، جعفر أخو الإمام علي، اشترى هذه غوطة الشام كلها للسيدة زينب. هاي الغوطة للسيدة زينب اشتراها، وكان كريم من الكرماء. فيوم من الأيام ما عاشت بعد الحسين سنة أبدا، يوم من الأيام تصلي تحت شجرة في نفس المكان، فلفت نظرها وانتباهها أن هذه الشجرة كان عليها رأس أخيها الحسين. فشهقت ومرضت وماتت من هذا المنظر، لأنك حبيبي كلما ترتفع أنت بمسؤوليتك وبشخصيتك مشاعرك ترتفع أيضا. الناس حالات ودرجات، كل ما واحد يرتفع بدرجاته حزنه يختلف عن الآخرين، حزنه يختلف عن الآخرين. شوف القصة وين تأتي. فالسيدة زينب حزنها أكثر مما نتصوره نحن على أخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي صنعت في كربلاء؟ ما الذي صنعت ودخلوا في كربلاء اليوم الثاني من محرم؟ وكربلاء بدأ محرم يوم الأربعاء، فهم نزلوا في كربلاء يوم الخميس، وبدأت العساكر والجيوش تأتي على الحسين وتجتمع، والسيدة زينب تنظر وتشاهد. زينب لفت يم حسين لكن جاب عبلهم، تقول لحسين يا ابن امي عليه من هالفزع عملتم؟ تعنت ليه للخيمة وتفسر الصخر ونتها،
طبت قاعدة قباله وعلى الخدين دمعتها، تقول له عليك ظل عمك المهضومة ومصيبتها، سولف لي يا نور العين لا تخفي علي يا حسين، علي من هالفزع صوبين، من شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشر، وقلبي منه مثل اليوم نار الخوف بي تسعر، وما ادري يا اخويا وياي شنو هنيت المقدر. اسمع القصة، يا ويلي من سمعها حسين حن وسالت عيونه، يقلها اخاف اسولف لك ووجهك ينخطف لونه، شتلو شتلها البيت يا اخوي، انا قرأت القصيدة لان صاحبها سيد رحمة الله عليه، شتلو شتلها البيت يا اخوي القوم يردونه، ولابد ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني، يا زينب لا تنوحيني وعينش علي تام النار لو شبت بالمخيم. تقول لكاتبك يا حسين من هالناس شاوينه، يقول لها يا نور العين كلها انقلبت علينا. تقول له حمل ضعونك وسدر للوطن بينا، يقولها ما يخلوني أسدر بعد بضعوني، ونيتهم يقتلوني ولابد ما تشوفيني وشيب يقطر من الدم. هذه كلها كانت عند السيدة زينب، هذه الأسرار، هي حاملة أسرار الولاية، حاملة أسرار النبوة، حاملة أسرار أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي حقيقة أم المصائب، أم المصائب. تسأل أباها أمير المؤمنين، تقول أبا أتحبنا؟ يقول يا ابنتي أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. قالت كيف يجتمع، صغيرة كان، كيف يجتمع حبان في قلب مؤمن، حب الله وحبنا، لكن يا أبا الحب لله والشفقة لنا. قال حبيبتي أنت عمرك 3 سنوات زينب، وهذه أمك الزهراء تسمعك. أخذها يقبلها، بعدين صار يكلمها، قال تعلمين سوف يجري عليك هذا المشهد في كربلاء؟ قالت أنا أعلم بذلك يا أبا. قال من أين علمتي؟ قالت أمي فاطمة علمتني كي تهيئني لغدي. هذه زينب، زينب لها حق عليكم أحبابي، شوفوا شلون. لأن الآن خرجت مع أخيها الحسين، تزوجت عبد الله ابن جعفر، لكن شرطت عليه، يا عبد الله أنا ما أفارق أخي الحسين، إذا طلع أنا وياه ما أقدر أعيش من دونه. فكانت مع الحسين هذا الطريق كله، زينب مع الحسين. لما أراد الخروج من مكة عبد الله بن عباس قال يا أبا عبد الله لما لا تقضي لحجك هنا؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. قال له اترك العائلة والنساء هنا في مكة عندنا واذهب وحدك إلى العراق. عبد الله بن عباس يقول سمعت امرأة من بين المحامل، الحسين محمل مهيئ نفسه، القافلة تتحرك، سمعت صوت امرأة هزني من أعماقي تقول يا ابن عباس أتشير على شيخنا وسيدنا وزعيمنا أن يتركنا هاهنا ويذهب وحده؟ لا والله نحن معه، نموت معه ونحيا معه. سألت واحد من بني هاشم قلت من هذه المتكلمة؟ قال يا ابن عباس ما تعرف هذا الصوت؟ أنا ما سامع أول مرة. قال هذه زينب، هذه زينب العقيلة، روحي فداها. وحديث أم أيمن، لاحظ حديث أم أيمن الذي تنقله السيدة زينب للإمام زين العابدين، هذا الحديث عجيب أحبتي، وموجود في كتاب كامل الزيارة أو كامل الزيارات، وكان ينقل من عنده الشيخ حسين النوري في مستدرك الوسائل، كان ينقل الحر العاملي في الوسائل، العلامة المجلسي ينقل هذا الحديث من كتاب كامل الزيارات، لكن مع الأسف بالطبعات الأخيرة هذا الكتاب نزعوا منه الحديث. الآن كامل الزيارات موجود لأنه في أيدي تعبث بالظلام، الآن الطبعات اللي تطبع في بيروت وفي مناطق أخرى الأحاديث التي فيها تركيز على مظلومية الحسين ومظلومية الزهراء وأهل البيت تنزع وما تطبع. انتبهوا، من يصنع هذا الصنيع؟ الآن هذا الحديث روح إلى مستمسك الوسائل، مستدرك الوسائل، تلاحظ الشيخ النوري يذكر هذا الحديث عن الإمام زين العابدين من كتاب كامل الزيارة.
للشيخ شيخ الطائفة أبو جعفر أو جعفر ابن بابويه قولويه رضوان الله على روحه الطيبة. الآن هذا الكتاب كامل الزيارة تشتريه من المكتبات ما تجد فيه هذا الحديث، ما موجود. كذلك في تحف العقول، ذكرت لكم ذات مرة بس أبين لك، في تحف العقول حديث الإمام الرضا سلام الله عليه لما يتكلم عن الإمام ومنزلة الإمام المعصوم ويقول ذروة النسب والشرف من قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ذلك يقول من نسل المطهرة البتول فاطمة، من نسل الإمام الرضا يقول بهذه الطبعة الأخيرة اللي هي من سنة 2002 إلى الآن، يعني قبل 11 سنة نازعين هذا التعبير، تعبير الإمام الرضا من نسل المطهرة البتول نازعي، ما موجود. لما تراجع شوف المطهرة البتول ها أسقطوا كلمتها وصفتها، شوف العداء وين. أنت ما تعرف حبيب، أنت ما تدري ماذا يجري في العالم. يعني هذه الجهات مجهزة تركض وتلهث وراء هذه كلمة الإمام الرضا، وموجودة في الكافي إن شاء الله تنكسر أيديهم ولا يمدون إيدهم للكافي، يمدون إيدهم للكافي الله سبحانه وتعالى تعال شوف في الكافي موجودة، هذا من نسل المطهرة البتول موجود، لكن بتحف العقول والكتب الأخرى نزعوا هذه الكلمة من وصية وكلمة الإمام الرضا، أسقطوها من نسل المطهرة البتول، ما موجود المطهرة البتول. شوف العداء للزهراء، لاحظ شلون. الآن يجيك واحد يقول لك هذا بالغلط يمكن الصفيف هذا اللي يصف الحروف، لا ليس غلط هناك، إنما هناك خبث وعداء لأهل البيت، خبث وعداء ونصب عداء لهم، كما أنه في زيارة عاشوراء اللهم لعن بني أمية قاطبة، بهاي الطبعة الأخيرة مع المفاتيح الجنان قاطبة نزعوها أسقطوها، ما موجودة قاطبة، لأن يقول لك بني أمية فيهم ناس مؤمنين يصلون صلاة الليل حافظين القرآن، شوف فيخافون على بني أمية، والحال هذه زيارة عاشوراء حديث قدسي. بس أنا أريدك تلتفت يا حبيبي هالشكل، تتأمل الذي يركض وراء الكلمات ويبحث في بطون الكتب ويسقط كلمة الزهراء، يسقطها يسقطها. هذا صديق عندنا قصيدة الفرزدق موجودة عنده، وين مطبوعة؟ قال والله هي مطبوعة طباعة حلوة جميلة، قرأتها. شوف طبعا في موضوع ذكرت لكم إياه ذاك مع المدرسة ما علينا به، قلت أين هذا ابن فاطمة ما موجود؟ قال يا سبحان الله شايليها، لي ما موجود. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن فاطمة أسقطت من قصيدة الفرزدق. تفت؟ فاللي يسقط كلمة هذا ابن فاطمة من الفرزدق، أو يسقط بني أمية قاطبة من زيارة عاشوراء، أو يسقط كلمة الإمام الرضا من نسل المطهرة البتول، كيف أنت تثق به يا حبيبي؟ وماذا صنعت؟ أنا أتعجب من المؤسسات مال الطباعة في بيروت، ما يلتفتون؟ ما يلتفتون لهذه الأمور؟ هذا هو التحريف بعينه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. على كل حال لاحظها أنت وشوف، الآن في كتاب كامل الزيارة، هذا حديث الإمام زين العابدين الذي ينقله عن عمته زينب سلام الله عليها، وزينب تنقله عن أم أيمن، ما موجود الآن، ما موجود. في مستدرك الوسائل موجود منقول عن كامل الزيارة، كامل الزيارات في الوسائل موجود، في كتب أخرى موجود، العلامة المجلسي قبل 300 عام يذكره من كتاب كامل الزيارة، موجود كلها موجودة. الآن كامل الزيارة تقرأ شوف هذا ما موجود فيه، شنو هو هذا الحديث؟ حديث ينقله الإمام زين العابدين، يقول أنا كنت في كربلاء يوم 11 من المحرم، فلما مررنا على مصارع القتلى حن قلبي وجرت دموعي،
الإمام السجاد، لأني نظرت إلى جسد حجة الله، نظرت إلى الإمام الحسين بتلك الحالة، ونظرت إلى بني هاشم وإلى علي الأكبر وإلى عمي أبي الفضل العباس مقطعين كالأضاحي على الرمضاء. يقول صرت أجود بنفسي، يعني وصلت إلى مرحلة، لأن هذا يعرف الإمام معصوم. يقول فتبينت ذلك مني عمتي زينب، حتى تعرف من هي زينب، تبينت ذلك مني فهمزت ناقتها وجاءت عندي، قالت أبا الباقر مهلا مهلا يا ابن أخي، أنت زعيمنا، أنت روحنا، إذا أنت هكذا إحنا ماذا نقول؟ يقول كنت أجود بنفسي، تعرف أجود بنفسي يعني محتاج يموت. هذا حتى تعرف من هو الإمام الحسين. الإمام السجاد يرى أباه الحسين على هذه الحال، فقالت لي مهلا مهلا يا ابن أخي، والله إنه لعهد معهود. قلت كيف يا عمة؟ سيدة زينب تقول تحكي عنكم وعن كربلاء وعن 20 مليون اللي يذهبون يوم 40 و30 و40 مليون، من ذاك اليوم بعد الدماء لم تجف على رقاب الشهداء. والسيدة زينب تتكلم، قل هذا عهد معهود حدثتني به أم أيمن. أم أيمن هاي الجارية اللي كانت عند رسول الله وعند الزهراء، تقول عملت حريرة، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزل فاطمة، اسمع هاي أول مرة أنا أحكيها، فعملت الزهراء حريرة، تعرف هاي الحريرة مثل العصيد يعني، تقول وأنا جئت بسمن ولبن، وأمير المؤمنين علي جاء بالتمر والخبز، فصارت مائدة. رسول الله جلس وصار يأكل ونحن نأكل معه، خلص من الأكل تنحى ناحية، قام أمير المؤمنين يصب الماء على يديه حتى يغسل يديه، وكان مسرور، نرى السرور في وجهه، احنا مرتاحين. أم أيمن تقول مرة واحدة تطلع في الأفق، هكذا رسول الله تطلع في الأفق، نرى تقلب وجهك في السماء، تطلع فاضت عيناه بالدموع وتغير لونه، سمعت عمري، وسجد على السجادة وأجهش في البكاء. رسول الله، حديث مؤيمن، تقول أجهش في البكاء. الآن السيدة زينب تنقل الحديث للإمام زين العابدين، وارتفع نشيجه، صار هذا النشيج أو النشوج باللغة الأخرى ما ينقطع، ويشهق يشهق، أخذته حالة مثل البهرة أو البهرة، يعني هكذا يشهق يشهق من البكاء والدموع. فتقدمت فاطمة الزهراء وعلي أمير المؤمنين، ونحن نهاب الرسول نسأله، نهابه له هيبة. الزهراء قالت يا أبتاه لقد قطعت قلوبنا ونحن نبكي معك. قال كنت مسرورا بكم، فنزل علي جبرائيل وقال لي أنت مسرور بأهل بيتك؟ قلت نعم يا جبرائيل. قال ولكنهم سيتعرضون بعدك للمصائب الكبرى. قلت وكيف؟ قال أما أخوك علي هذا فيضرب على رأسه بالسيف وهو ساجد في المحرم، وأما ابنتك فاطمة فيدخل الذل في بيتها وتهاجم في بيتها وتعصر بين الحائط والباب يا رسول الله، ويكسر ضلعها ويسقط جنينها المحسن وهي تستغيث فلا تغاث. الرسول صار يبكي. قال وأما ولدك هذا الحد فيسقى السم وهو صائم ويتلون وجهه ويموت مسموما، وأما العزيز اللي عندك دائما تشوفه تحتضنه وتبوسه وتقبله، حتى الإمام الحسين هكذا يصنع مع الحسين، الحسين يا رسول الله الحسين تقتله طائفة من أمتك لا أنا لهم الله شفاعتك، تقتله في أرض يقال لها كربلاء وفيها الكرب والبلاء، يمنع من الماء ومعه عياله ويقتل ويذبح ويرفع رأسه على الرمح يا رسول الله،
وتأتي الخيالة ترض جسد ولدك الحسين. يا رسول الله وابنتك زينب، يظهر زينب كانت موجودة، وابنتك زينب هذه تتعرض هي وأخواتها للسبي فتعلق فيسبون كما تسبى العبيد، وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا بالحديد فوق أقتاب المطيات تصهرهم الهاجرات. يقول يا رسول الله هكذا، ولكن يا رسول الله لا تمر الأيام إلا وأن الله يقيض ويختار شيعة لا تعرفهم فراعنة الأرض يقومون بإحياء ذكرى ولدك الحسين، يفتحون قبرا للحسين في كربلاء وعلما، هذا العلم اللي تشاهدوه كل سنة أول محرم الأول ليلة يرفعوه، هذا العلم إشارة من هذه القصة، لذلك الناس دائما يترقبون هذا العلم، وهو مشهد مبكي حقيقة جدا. يقول لا تعرفهم فراعنة الأرض، يقيمون عليه العزاء ويزوروا يا رسول الله، يزورون ولدك الحسين ويقيمون عليه العزاء، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة، أشياع الضلالة في محو الحسين، في محوه وتطميسه، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. هذا الحسين، سيدة زينب تقول لمن؟ تقول للإمام زين العابدين، ذاك الموقف الرهيب. لكن هي لما رأت أخاها الحسين بهالحالة ما تمكنت أن تصمد وتقف، ألقت بنفسها على جسد الحسين واحتضنته وتصيح أأنت الحسين؟ أأنت ابن والد؟ أبا عبد الله أريد أن أقبلك بمكان حتى رسول الله ما قبلك فيه. فوضعت فمها على نحر الحسين وقبلته، تسمع شلون؟ وضعت فمها على نحر الحسين والصبنا قبل الترحلون، وقبل على الغبرة تنامون، يا حسين يا حسين من تنور العيون. هذه المرأة العظيمة وقفت في مجلس يزيد بن معاوية، لما رأته أخذ عود الخيزران الصوت بيده وصار يضرب ثغر الحسين، فقال له زيد بن أرقم ويلك يا يزيد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما، يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن ويقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. عاد هو بهالحال أمر بإخراج هذا الرجل من المجلس، فأخرجوه سحبا ثم تناول الصوت وصار يضرب رأس الحسين وثغر الإمام الحسين، وصنع صنيعا. الآن انتبهوا أحبتي، الإمام الحسين أوصى أخته زينب، قال أخي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها إذا أنا هلكت. اسمعوا حبيبي، يعني في لحظة مقتلي لا تصنعي هذا الصنيع، لكن بعد مقتلي اصنعي، بدليل أنها في مجلس يزيد قامت أهوت إلى جيبها فشقته. هذا تخصيص للعموم، يعني وصية الحسين ما كانت عامة، لأنها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، فلا تطبق كلمة الإمام الحسين الوصية على زينب وتنفي أنها شقت جيبها، لا، وصية الحسين قال لها أخي أقسم عليك فأبري قسمي إذا أنا هلكت، يعني في لحظة مقتلي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي، لأنه أمام الجيش يريدها تكون واقفة وقفة صبر، لكن بعد هذا السيدة زينب كانت تشق جيبها، فلما رأت ما صنع يزيد برأس، والله العظيم ما أقولها لأن لا أقدر أنا أقولها ولا أنتم تتحملوها. هي من شيئين، شوف من شيئين، الشيء الأول ذاك اللعين اللي كان موجود وقال ليزيد
الآن أنت منتصر فقم واصنع هذا الصنيع برأس الحسين. ما تجي، ما أقدر أقول، ما أقدر أقول. أنت عرفته ولا ما عرفته؟ زين. الشيء الثاني أن يزيد صنع صنيعا برأس الإمام الحسين لم يكن في الحسبان أبدا. الذين دخلوا على يزيد رموا رأس الحسين بين يديه، رأس الحسين رموه هكذا، هذه يمكن أنك تسمعها. لكن يزيد ماذا صنع؟ خليها، عفي عليك، عفي عليك أبو الغيرة والحمية حبيبي. الإمام السجاد ينقل الرواية يقول لما رأت عمتي ما صنع يزيد برأس الحسين قامت نادت أهوت إلى جيبها فشقته. الجيب هو ثوب هاشمي يكون فوق الثياب، ليس ثوبها اللي صاير على بدنها بأبي أمي. النساء العربيات هكذا إذا تريد تبين حزنها تشق الثوب الهاشمي اللي عليها يسموه جيب. أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. الإمام السجاد يقول شلون صاحت؟ يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. قامت فاطمة بنت الحسين قالت عما قولي ليزيد ألا يضرب رأس أبي الحسين. الله، الله أكبر، الله أكبر. وحق راسك، وحق راسك يا عقلي ونور عيني، أنا طول الليل ما يبطل ونيني. ألقت خطابها إن شاء الله في ليلة من الليالي، أنقل لكم خطبة الحوراء زينب روحي فداها. سمعتها هند زوجة يزيد، سألت ما الخبر؟ الجارية رجعت قالت سيدتي يقولون امرأة اسمها زينب تلقي خطاب. هذا قبل رواحة للخربة كما ذكرت لكم. قالت سليهم زينب ابنة من؟ جاءت الجارية تركض مرة ثانية قالت سيدتي يقولون زينب ابنة علي بن أبي طالب. تحققت، أماطت الستار، دخلت على يزيد في مجلسها، كانت تخدم الحوراء زينب. يزيد قال لها أما تستحين تبرسين بين الرجال؟ قالت ويلك يا يزيد، رأس ابن فاطمة على باب دارنا. وهذه زينب العقيلة. لما نظرت زينب إلى هند غالبتها الدموع والعبرات، تقلها بينا بينا يا هند خان الدهر بينا، وبونا نشتل واحنا نسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبرها لي بالمرعى لينا. هذه زينب ومن قبل كانت. بارك الله فيك. بدموعكم هذه دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، لتشجيع زوار الأربعين وحثهم على الذهاب إلى كربلاء، رجال ونساء كبار وصغار من كل مكان، الذهاب إلى كربلاء لزيارة الحسين، لأن هذه القلعة الأخيرة التي نعتصم بها وهي حبل الله المتين. لذلك 10 مرات يا حسين يا حسين، صوت صوت صوت، يا حسين يا حسين أعلى أعلى أعلى، يا حسين يا حسين يا حسين، و10 مرات لزوار الحسين، لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين، ما أسمع، لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين، اللهم صل على محمد وآل محمد، والفاتحة مع الصلوات.